اولا الاسم ديالي هو البكري محمد المختار، منسق عام لرابطه تضامن الجمعيات المغربيه بهولندا. انا فخور اليوم لاكون في هذا في يعني مشاهده هذا الفيلم الصحراء المغربيه، على ان احنا نناضل مهما نختلف مع الحكومه المغربيه في جميع الوسائل مع الوزراء، لكن الصحراء خط احمر. واقتبس من خطاب صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله وايده لما قال على ان الصحراء قضيه وجود وليس قضيه حدود. فبهذا هذا اليوم هدف البرلمان الاوروبي قلنا الكلمه ديالنا ونقولها دائما، كما تعلم نحن دائما هنا لاعداء الوطن بالمرصاد، كما وجهت الكلمه باللغه الفلمانيه واللغه الفرنسيه. And the vraag is eigenlijk mijn heel simpel vraag. Eerst om te beginnen moet ik bedanken de mensen die eigenlijk gerealiseerd hebben deze film. Namens de Nasser Hassan, de eerste, die heeft hier al hard voor gewerkt. Je suis la première génération de des immigrés qui sont venus à Hollande. Et j'invite mes frères qui sont otages en Tindouf. Et je lui dis que voilà, le Maroc, c'est un pays qui se développe. Un pays qui n'est pas démocrate comme il faut. Tout à fait, parce qu'on n'a jamais eu totalement la démocratie. Et ma question, c'est de dire, la question c'est combien de temps ils vont faire les généraux en Algérie de laisser la frontière fermée entre le Maroc et l'Algérie. وأقول للجزائر وللجنرالات الجزائريين كفانا من هذا التهميش بين الدولتين المغرب والجزائر، على أن الفقر من ذلك الأماكن يعني كثير. فبهذا نتمنى من الحكومة الجزائرية المقبلة أن تعي المسألة وأن تحل الحدود وأن تطرد هذوك المرتزقة الموجودين في تندوف ألا وهي أرض مغربية. وكما أريد أن أقول أتمنى من الحكومة المغربية أن تنتبه للاستثمار في المغرب، على ان الجيل الاول يستثمر في المغرب وله مشاكل كثيره، كما عملنا ندوه صحفيه في دار البيضاء بحضور الاخ جيلالي وعدد من الاكوان. فبهذا اوجه رساله الى السيد الوزير الجديد على ان يقف على الجاليه كما تقف الدوله التركيه، وكما انا لي خلاف كثير مع الوزاره الخارجيه على الاتفاقيه الثنائيه المشؤومه التي وقعها وزراء مغاربه بدون مبالاه. اتمنى من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ايده ان اعاده النظر في هذه القضيه، وشكرا لكم على الاستضافه. تحياتي.